القلوب؟ أين الإسلام في القلوب؟ أين الأسرار ترى؟ هي أين الآن الأخت حسناء؟ الأخت حسناء معتقلة في سجون الروابط التي الذين كان يذوقان زوجها زوجان سوء العذاب، كان يقتلهم قتلا، كان مجرد ذكر اسمه يقذف الرعب في قلوبهم، الآن هي السجينة في معتقلاتهم. يغلق عليها الأبواب، يغلق على أختك الأبواب. وعندما قمنا بعمل وقفات كنا نبحث عن الإخوة، عن الإخوة. نحن لا نطالب كثيرا إلا أن نتذكر قضايا أسرانا وليس أسرانا، أسيراتنا، أسيراتنا. وعندما طالبنا إحدى الدعوات والجماعات أن يخفوا معنا تخلوا عنا. لماذا؟ لأن زوج الأخت لم يكن من الجماعة الفلانية ولا من الدعوة الفلانية، ولكنه كان مجاهدا في سبيل الله، ولو كانوا خرجوا كانوا هيقال عليهم ان هم شهاديين، ان هم شهاديين، فخافوا على انفسهم، بس هم كانوا هيعملوا حس، فخافوا على انفسهم وتركوا اختهم في المعتقلات. لذلك نقول لن نهدأ والله حتى تخرج الأسيرات في الكنائس وفي المعتقلات. هم نسوا اللي في الكنائس ولم يتحركوا أصلا اللي في المعتقلات، ولكن من للأسيرات إلا الرجال. أنتم يا من تحملون حمل الدين، أنتم يا من لم تبدلوا ولم تحرفوا ولم تعطوا الدنيا في الدين، أنتم من سيحمل هم الأسيرات. قال إيه؟ من الأسيرات؟ أختي وأختك. تخيل أختك كده هتبقى في المعتقل ويغلق عليها الباب، تتخيل أنت إيه؟ لذلك نذكر إخواننا بالدعاء، وبعد الدعاء لابد أن نأخذ بالأسباب. بعد رمضان بإذن الله سننظم وقفات، تلو وقفات حتى نخرج الأسرى والأسيرات. وإن لم تنفع الوقفات وهناك حاجة تانية بقى حرف العين مش عايزينها. المهم في طفل ضايع اسمه أحمد أبو بكر، أحمد أبو بكر طفل صغير ضايع، يعني أي حد يلاقي طفل يا ريت يمسكه. طيب طبعا عشان الله يأمرنا تطبيق شرع الله، الله يأمرنا بتطبيق شرع